قام الإسلام بثورة النبي العظيم عليه صلوات المصلين، واستمر بثورة الإمام الحسين الشهيد سلام الله عليه، واستمرت الثورة بالشعائر الحسينية التي اعتاد الشيعة إقامتها، ومن تلكم الشعائر التطبير. فخشي الاستعمار على مصالحه من الإسلام، فحاول القضاء عليه بالقضاء على الشعائر الحسينية. وعلى الجملة، إن التطبير غير المؤدي إلى الهلاك من أعظم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وهو راجح مستحب، ووسيلة من الوسائل الحسينية، وباب من أبواب سفينة النجاة. ولا نعم ما أفاده بعض الأعاظم في أن التطبير وغيره من ما يصنع في مقام تعزية الحسين عليه السلام، جواب عن نداء الحسين عليه السلام يوم عاشوراء: هل من ناصر ينصرني؟ بل لو أفتى فقيه متبحر بوجوب التطبير وغيره من الشعائر كفاية في مثل هذه الأزمنة التي صمم فيها جمع على إطفاء نور أهل البيت عليهم السلام، لا يمكن تخطئته. جزى الله من أنشأ التطبير ونحوه خيرا عن الإسلام.